بكم معنا الكرة العراقية المصور. اليوم احنا بضيافة الكابتن احمد راضي مرشح الانتخابات العراقية. كابتن احمد راضي ما يحتاج يعني اي تعريف، بس بنفس الوقت نريد احمد راضي عرف الجمهور شنو اللي عند احمد راضي اللي يقدر يقدمه للرياضة العراقية. انت ترشيحك الان يمثل الرياضيين. نعم. كابتن احمد صحيح، انت مرشح تحس نفسك مثل رياضي، اليوم راح تدخل البرلمان كممثل للرياضي، شنو برنامج الكابتن احمد راضي اللي يشعر به انه راح يقدم خدمه للرياضه العراقيه؟ يعني عندي في مشروعي الانتخابي ثلاث محاور. طيب. المحور الاول هو القوانين اللي موجوده النافذه الان، بعد تعديلها تطبق على الانديه والاتحادات واللجنه الاولمبيه. إذا وصلنا لهذا الحل، هذا أفضل مشروع ممكن أنه تأسس لرياضة مستقرة بدون مشاكل. بدون إحنا اليوم شنو مشاكلنا؟ مشاكلنا انتخابية، نجم يدخل نجم ما يدخل، لاعب يدخل إدارة تريد تطلع، أكو إدارات اثنين في نادي واحد، اتحاد أكو ضوابط دي يخليها براحته بدون مراقبة الدولة، اتصالات بالفيفا تجي بالخطأ، لجنة أولمبية دس أكثر من مرة تحل وترجع، تجاوزت الوقت القانوني، تجاوزت الفترة القانونية اليوم انحلت، وإدارات أيضا بدون انتخابات، هذه كلها لازم يثبت قانون والقانون يوضع على أرض الواقع، وبعدين تصير انتخابات أول مرة أندية، وبالتالي تصير هيئات عامة للاتحادات، الاتحادات يصير لها انتخابات، تصير هي عامة للجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية تصير لها انتخابات، وخلصنا. هذا أول مشروع خلال السنة الأولى لازم يكون كامل. خلص القوانين السنة الأولى. أي خلص القوانين والانتخابات. اليوم أنت هذا الأمور اللي معطلته هي القانون. قانون. اللي معطلة هي الأمور كلها القانون. قانون طبعاً. وجود قانون 18، حضرتك طلعت على قانون 18، قانون 16، نعم. قانون 20. نعم طلعت. صار عندك اطلاع عليه. نعم. يحتاج تعديل. نعم يحتاج تعديل، مثلاً. النجوم ما عنده شهادة ما يقدر، يعني أكون النجم ما عنده شهادة فما يقدر يكون رئيس نادي أو يرشح على رئيس نادي مثلا. أنا اليوم أنت شنو رأيتك بالموضوع؟ تبقى على هاي الفقرة؟ لا ننطي مثلا اللي عنده خدمة بالنادي فات 5 سنوات نجم وعنده بطولات وعنده مع لاعب مع المنتخب، عنده بطولات مع النادي، هذا ننطي فرصة أنه يقدر يرشح، وهذول يكون عددهم قليل، يعني نسبة من الهيئة الإدارية. اي انطيهم نسبة من الهيئة الإدارية حتى يقدر يدخل ينافس. بس هذا مو كابتن، العفو القاطع، مو يشجع انه الرياضي يترك موضوع الشهادة؟ يعني انت حضرتك تملك، كنت لاعب وبنفس الوقت تدرس، يعني اكو على كاظم نفسك. نعم. يعني كنت في نفس الوقت في التربية الرياضية رغم الظروف، بس كمل الدراسة. يعني انت شجع، يعني صحيح بس العفو قاطع ما يدقى الشجع انه الرياضي يبقى بلا شهاده فقط النجم، وهو الرياضي مو كلهم نجوم، مو كلهم، بعدين اكو رياضي يلعب له سنه ويطلع، لازم يكون عنده على الاقل خدمه في هذا النادي في 5 سنوات او 4 سنوات، يعني حددها بطريقه، هذا بحيث يكون ابن النادي وخدم النادي وعارف للنادي وعنده علاقات وجه اجتماعي، نجم معروف، هذا ممكن تنطي فرصة. بس كرياضي عادي وما عنده شهادة لا، ما راح يقدر أصلا، ما راح يقدر يدخل بالقانون هذا. طيب موضوع الإدارات الأندية، واحد من الناس أحمد راضي عانى من عنده. نعم. والعديد من النجوم أيضا عانوا من عنده. الهيئات العامة للأندية مذكورة بالقانون شيء؟ نعم مذكورة. ومطبقة على أرض الواقع أشياء. مو هو شنو حلول أحمد راضي والبرلمان العراقي لهذا الأمر؟ أي تطبيق القانون، يعني اليوم تسوي وصف للهيئة العامة فقط هذه اللي هي تدخل، وإلا غيرهم ما يدخلون. الآن هم مسوين الهيئات العامة فوق الضوابط اللي هم سووها، اللي وزارة الشباب سوتها. باعتبار أنت لك يعني مارست 2 سنين تقريبا خدمة. أي صار عمل. لا هاي قبلي. أي قبل ما أجي 2007 صارت عرف ومشت الأمور. صارت عرف ومشت الأمور. من إجينا بالبرلمان نريد نصحح، انطونا فترة 4 سنوات انه على اساس انه يصير بها تنفيذ القوانين، هذه الـ4 سنوات الاولمبية اللي هو اجى كتاب من اللجنة الاولمبية الدولية يفرض على
أولمبية العراقية أن تكون لها قانون بالتعاون مع الحكومة. بالضبط التاريخ شو وقت جاء كابتن؟ بال 2008 2009 يعني المفروض بال 2013 مكملين قانون. مكملين قانون. أنت طلعت؟ أنا طلعت. بقت الأمور نفس الشيء هسه اليوم. مددوا من 2014 إلى اليوم بدون قانون، واليوم يريدون يمددون بدون قانون، اليوم طهم للشهر التاسع على أساس وما يلحقون، لازم يسوون قانون يصادقون عليه من مجلس النواب للأندية والاتحادات، وبعدين يصير تشكيل قانون للجنة الأولمبية والأندية كذلك والاتحادات كذلك. نعم، فلذلك هذه عملية تنظيم القوانين هي عملية خلاص الرياضة العراقية من المشاكل ومن التقاطعات. كابتن، فترة السنتين اللي بقيت بها يعني كانت وضع البلد مختلف جدا. نعم. عندك محاولات بهذا الموضوع؟ نعم. لا، هو احنا قعدنا سوينا لجنة رباعية، ممثل الحكومة كان علي الدباغ، وممثل وزارة الشباب اللي كان عصام الديوان، وأنا ممثل مجلس النواب، ورائد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية كان في وقت. نعم. فسوينا لجنة بعد رسالة اللجنة الأولمبية الدولية أنه يصير قانون للجنة الأولمبية العراقية خلال الأربع سنوات القادمة، ورح نمشي إحنا وفق الضوابط مال دوكان اللي خلوها هم تمشي عليها الانتخابات اللجنة الأولمبية. فاللي صار انه احنا رتبنا ضوابط جديدة، وانطينا طبعا دخلوا نفسهم ممثل حكومة، ممثل الشرطة، ممثل الجيش، ممثل مدري منين، حتى ينطون للناس. كان في وقتها السيد علي الدباغ يريد يدخل للانتخابات، والحقيقة احنا اللي انتخابات اللجنة الأولمبية كان يريد يدخل. نعم، كان هو ظل بالهيئة العامة هو في وقتها ممثل حكومة، أخذ تمثيل. نعم، ممثل حكومة الانتخابات اللي فاز بها رائد حمودي. أي نعم. فهنا إيش صار عندنا؟ صار عندنا سوينا ضوابط لانتخابات الأندية وضوابط لانتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات على أن يقدموها خلال أربع سنين. كل هذه المؤسسات يصير عندها قانون ويطبق القانون وتمشي الأمور. طبعا ضوابط ركنت على جهة لو استخدمت؟ لا، استخدمت بالانتخابات، وصار من عندها فلاح حسن، وصار من عندها هذا اللجنة الأولمبية. اللي الاتحاد ما صارت انتخابات. الاتحاد دائما يخوفون العالم انه اي شيء تدخل راح يروحوا يعاقبونه. بس اتحاد كرة القدم. ليش؟ يعني سالفة طويلة ما اريد اخوض بيها، لانه حقيقة أكو أشخاص أوهما والحكومة والناس والهذي أنهم فوق القانون، أنهم فوق إرادة الحكومة، والتدخل هذا يعني عقوبة. وهو في حين ماكو مؤسسة في أي دولة إذا ما تكون خاضعة للدولة وفق أحكامها وفق، يعني اليوم أنا مثلا استغلوا الاختلافات السياسية بذاك الوقت وخلوا أحمد راضي يخضع لأمر الواقع اللي حاولوا. لا، احنا كانت اختلافات سياسيه. نعم، هي كانت اخو اختلافات سياسيه. نعم، بس هذه ما كانت تاثيرها عليه. يعني احنا في وقتها من كان علي الدباغ يريد يدخل اللجنه الاولمبيه، اتصلت باحد الرؤساء الكتل او رئيس الوزراء في وقتها، قلت له يعني الموضوع راح يكون احنا شنو اختلافنا عن السابق هسه. يعني صار هذا الحوار بهذه الطريقه، فهو منع علي الدباغ رئيس الوزراء من أعجب. نعم. علي الدباغ. نعم. نفسه بسبب اتصال أحمد راضي. نعم. زين، في ذاك الوقت كان ممكن أحمد راضي يترأس اللجنة الأولمبية؟ كان ممكن أدخل باتفاق مع علي الدباغ أنه نعمل سوي على اللجنة، ممكن أكون نائب رئيس لجنة أولمبية وأخذ الصفة. يعني كان ممكن أصير؟ كان ممكن، وانفتح وياي بهالطريقة هذا. ليش ما رفضت؟ رفضت لأنه مو صحيح أنه نجيب واحد من الحكومة يقود الرياضة. عندنا رائد حمودي، وكنت أنا مشجع إلى أنه أريد رائد حمودي والرياضيين أنه يقودون اللجنة الأولمبية. لكن رائد حمودي بصراحة كان في هذا الموضوع ما حاجة، هسه تفاجئني. نعم.
عاد حمودي كان عنده علم انه احمد راضي معروض عليه يكون نائب رئيس الوزراء الاولمبيه مثل ما قلت. ما 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 انطرح يعني ما فتحت الموضوع ويا رعد، بس الموضوع يعني صار عرض عليك. انا عرض عليه. من شلون التشكيله اللي عرضت عليك؟ ماكو تشكيله، قال بما معناه انه تعال خلينا نتعاون نشكل لجنه اولمبيه وكون انت رئيس. يعني ما قال هاي تفاصيل يعني اللي عرفته يعني شوف لا تفاصيل هيك ما قاله. ان الموضوع تعال خلينا نتعاون ونكون انا وياك في اللجنه الاولمبيه. يعني هذا عرض مباشر. اي نعم. وكان ممكن يصير بسهوله. وكان ممكن بسهوله لو انا داعم الموضوع. ورعد حمودي ممكن لو يخليه عضو لو يكون نائب ثاني مثلا. وتمشي الامور. وتمشي الامور. رفض احمد راضي؟ رفضت، اقسم بالله رفضت. طيب. بعدها بعد انتهى موضوع الاولمبي، القوانين الاخرى اللي ما انعرضت عليكم ولا اكتملت، قانون 18، قانون 16، قانون 20. شوف كل ما نتكلم بالقوانين يقولوا عفوها، احنا نريد اليوم نمشي وفق الضوابط بعدين ناسس، لان هذني القوانين مال النظام السابق، هذني ما يتماشون ويا الوضع الحالي. بدون ما يباعونها. بدون ما يباعونها، بدون ما بس لمجرد السماء مال النظام السابق. نعم. فاليوم رجعوا عليه. فهذا كان الـ 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 السبب الرئيسي عدم تطبيق هذه القوانين، ولذلك صارت كل لها، وهي هم يعني بها اجندات كانت، يريدون يجيبون رؤساء انديه براحتهم، يريدون يجيبون رؤساء اتحادات براحتهم، يريدون لجنه اولمبيه براحتهم. منهم اهل الرياضه واهل اهل الرياضه واهل السياسه، وزاره الشباب والحكومه، وايضا بعض الرياضيين اللي كانوا هم متنفذين في ذلك الوقت. اقسم بالله كنت انا يعني احارب وحدي لاجل الرياضيين. اكو رياضيين كانوا يعني ويا السياسيين يعني متعاونين ويرتبون امورهم ويخططون ويسوون بعيد عنه، ولذلك كان قراري ضعيف في وقتها. يعني ايش قد حاولت، كان بس صوتي عالي بالاعلام احكي واقول وهذا. نعم قدرت يعني اوقف جزء من هاي، لكن الوضع كان صراع سياسي، واكو قوات، اكو قوه سياسيه اقوى من عندنا كانت، وخلتنا قيادات الانديه كانت عكس كلها عكس الامور خادمتها. نعم. يعني هي بقت نفسها وسوت. نعم. تكوين الهيئات العامه. صحيح. يعني اليوم انت هسه اي هيئه عامه لو تجي تدخل اليوم، اي شخص يدخل يريد ينافس مع رئيس النادي ما يقدر يفوز. صحيح. يعني صارت قلت لك يعني احنا ما نريد نرجع للماضي شويه، نذكر الجمهور بالقضايا اللي صارت في وقتها والتهديدات والهاي. يعني بعدنا نبعد، نريد نبني جديد، يعني نريد ننطي امل للناس وللجماهير انه تتفاعل ويانا بطريقه ايجابيه، لكن نذكرها حتى لا يقولون يسقطونه، حتى لا يقولون احمد راضي ايش سوى بالبرلمان، شو كل شيء ما سوى ظل. هذا السؤال يتردد. اي ليش في حين هم ما يعرفون هذه التفاصيل؟ هذه التفاصيل عانينا يا ما عانينا من عندها. وانت تصور نائب وياي باللجنه شنو نقرر حتى نقر قانون وزاره الشباب يروح ينقل وزير الشباب. مره احنا جايين نريد خلص العالم تلوم بينا تقول لجنه الشباب الرياضه معطله قانون وزاره الشباب، لجنه الرياضه ما تشتغل، لجنه الرياضه. قلنا لهم يا عمي هذا القانون وديناه للجنه القانونيه ولرئاسه مجلس النواب، قلنا لهم يابا عرضوه نصدق عليه لانه الناس تحكي علينا. انعرض الوزير، جاء تليفون قاعد قال هذا القانون انا ما اكو بيه اختلافات. قلنا له يابا هذا كل اللي انت موجود هنا انت دازلنا اياه. قال لا انا احتاج وقت لانه اريد نغير بعض الامور، احنا بعض الفقرات اريد نشيلها اريد. ورجعوا له القانون وبعدين غيرناه كله بعدين من اجينا الدوره البرلمانيه وما وبعد ما انقر موضوع القانون. قانون المنح وياك اعضاء باللجنه بدون التسميات. إيه؟ كانوا هم يعملون يعني ضد اللجنه وضد البرلمان مع الحكومه حسب الرؤيه السياسيه. الرؤيه السياسيه ساعده في ذلك. نعم. هذا اسباب انه ما انقرت القوانين. ما انقرت القوانين. قانون اليوم المنح اللي تنطي للرواد هذا انا اللي اسسته مع كانت المستشاره. اي منح الرواد مستشاره عذراء، قلت لها اريد تسوي لنا قانون تقاعد للرياضيين، وفعلا سوينا مسوده
ورحنا اتصال بمديرية التقاعد، كان الخلاف موضوع أنه ممكن هذا الرياضي يكون عنده تقاعد من وظيفته ويأخذ تقاعد من رياضي يتضاربون، ما يصير واحد عنده تقاعدين اثنين. هذا قانون بلد. قانون بلد. فهذا شوكت أن الحكي صار بالست شهور الأخيرة، فما لحقنا أنه نغيره نسوي إلى منح. فالفكرة وين كانت موجودة في البذرة؟ يعني البذرة أجوا الأخوان بعدنا فعلوها وسووها منحة وليست موضوع الرواد والضمان. شنو الخطة مالتك بالنسبة للضمان الاجتماعي للرياضيين؟ لأن أغلبهم الرياضيين يطلعون يعني من يخلص خدمته ما واصل العمر الرواد، فيقعد يظل الكثير من الرياضيين قاعدين بدون أي راتب. شنو اللي عندك بهذا الموضوع؟ هو احنا نريد نسوي للرياضيين ضمان صحي وضمان اجتماعي، يعني هذا يكون انه اليوم لاعب تعور وإصابة قعدت عن اللعب. طيب ليش؟ يعني هو كان يخدم بلده وبالأندية مالته وبالأندية وبالاتحاد وبالمنتخبات، ليش احنا نهمله؟ وممكن انه هذه عواقبها كبيرة بالنسبة له وعلى عائلته، ممكن تحرمه حتى من العمل. فلازم ننظم له قانون يضمن انه من خلال فترة عمله يصير استقطاعات من سواء كان عقده او راتبه، وينظم بقانون بالتالي من هو يتقاعد هذه تجي نهاية الخدمة كمكافأة أو يظل في مثل يعني المنحة. بالضبط نفس الضمان الاجتماعي. نعم نعم. والضمان الصحي أنه دائما هو الضمان الصحي نفس الشيء، استقطاعات شهرية من الأندية، قليلة من الأندية ومن الاتحادات، هذه لضمان الرياضة. وبعدين شوف أنا أكو تقدر تضيف لها هذه أنه حتى تغطي تكاليف هذه. اليوم في كل العالم أكو ضرائب تفرض على المنتجات اللي تضر بصحة الإنسان، اللي هي مثلا السجائر والمشروبات الروحية، هذني حتى تعطل دخولها تسوي لها ضريبة عالية أو تأخذ ضريبة بالمقابل تمنحها لمن؟ للمتضررين صحيا وللرياضيين. هذه الاستقطاعات وين تروح؟ تروح في خزانة الدولة وتبدي تنطي من خلالها ضمانات، الضمان الاجتماعي والضمان الصحي، تصرف بها تاخذ من هذه الضرائب تمنح بها. هذا في كل العالم اليوم موجود، والا كيف اليوم ينطون ضمانات للعجزه وللي ما عنده عمل واللي مثلا العلاجات الصحيه اللي مجانيه قسم كثير من عندها، كيف تنطيها الدول الاوروبيه؟ تنطيهم كل الضرائب اللي تاخذها من المواد اللي تضر بصحة الإنسان فتعكسها. فهذا أيضا راح ينظم بقانون ويتم تطبيقه. الموضوع الثاني هو كيفية دعم الحكومة للأندية اليوم. هذا الموضوع كابتن. نعم. هذا شنو الخطة مالتك؟ الخطة لأن أكو عدم عدالة بالتوزيع الأموال على الأندية. نعم. شنو خطة أحمد؟ الخطة أنا يصير قانون كل الشركات الأجنبية كلها اللي تعمل بالعراق حسب عقدها تأخذ منها نسبة لدعم سبونسر. يعني أنت اليوم شركة نفطية غصبا ما عليك تروح تقول أنا اختاريت فلان نادي فلان نادي فلان نادي، أنا هذول أدعمهم سنويا، كان يكون 200 ألف دولار 250 يقسم على عقدة مثلا عقدة. يعني هذين الشركات النفطية لو شوف في دول الخليج ياخذون من عندهم 10 مليون دولار 5 مليون دولار، سواء كان اتحاد او لجنه اولمبيه او نادي حسب العلاقات بيناتهم، مبالغ هائله. ليش؟ لان دول ارباحهم عاليه. فينظم بقانون وهم هم مستفادين. اعلان اعلان، ولا انت تشتغل بالبلد، انت مو بس تاخذ من البلد، لازم تفيد البلد. هم اعلاناتهم قاعد يسوون خارج البلد. خارج البلد ليش يخليهم خارج البلد؟ فهذا ايضا هذا يكون دعم للأندية. هذا خطة أحمد راضي لتمويل الأندية. نعم، لتمويل الأندية، أن تكون حتى الشركات المحلية، شركات وزارة الصناعة، شركات وزارة التجارة، شركات النفطية اللي عندنا، كلهم كل الوزارات اللي عندها شركات يجب أن تعلن أولا، تغطي منتوجها وتعلن عنها للناس للشعب العراقي، وثانية تعرف الناس بها، وأيضا تنطي فائدة للمجتمع الرياضي الشباب.
الموضوع الثالث اللي هن هذين ثلاث مواضيع اللي أنا طيب كابتن، من 2008 ل 2010 كانت الأجواء جدا غير مناسبة، شنو اللي اختلف حاليا؟ نشوف الأجواء ملائمة اليوم، أحمد راضي يرجع يدخل البرلمان. أكون صريح وياك؟ ايه. غير الفكر؟ الفكر نضج يعني هواية، يعني أنا دخلت ببرلمان مشتت، أفكاري يعني ما منظمة، معلوماتي بسيطة كانت على موضوع القوانين والرياضة وترتيبها ونظام الدولة وهذا. اليوم صارت فكرة واسعة، اليوم اختلفت كل الأمور، اليوم كل شيء اتضح عندنا. يعني قبل ما حد كان يحكي برنامج رياضة، برنامج انتخاب. صحيح. لا لا والله هي صحيح والله، موضوع فلان وفلان وجماعته وجماعته. صحيح وصائلة. صحيح. هسه اليوم حكيت لي برنامج انت انتخابي وبرنامج عمل. نعم. ما ادري يمكن هو الناب لو غيرك بعد، والله ما لا فعلا يعني مو الخبره حقيقه يعني. كانت الامور الانتخابيه وجذب الانتخاب بعيده كل البعد عن هذا الموضوع. صحيح. يحس احمد راضي الاجواء ملائمه اليوم؟ اي نعم، او يعني شوف كل الناس اللي كانوا ضدنا اليوم شافوا خلاصنا، على الاقل خلاصنا وعملنا وخطابنا ومبدئيتنا ثابته، قاموا اللي ما يحبنا قام يحترمنا، واللي يحبنا زاد اعجاب وقام اندفع انه يريد يخلينا بالواجهه. واحنا يعني انا بالنسبه لي ان شاء الله يعني اقدم كل ما عندي، ومو همي صدقني للبرلمان، وممكن حتى براتبي اتبرع به للناس الفقراء وهذا، لكن نريد نبني بلد يا اخي. ترى ستهم حالك حال الناس، يعني انا يعني كنت مطلع على جزء من الموضوع، ذكرتك ب 2008. اي نعم. حتى نبقى بنفس الاجواء كابتن، ذكرت نقطه كلش مهمه، يعني بحكيك عانيت بفتره من الفترات بسرعه، كان ممكن كان التصغير، انت بهاي الجهه مو وطنيه، حتى وصلت الى موضوع التخوين بالوطنيه. نعم شوف وصلوا يا احمد راضي، كل ما ويا احمد راضي اي كل ما صار حديث وقام يسقطون اقرب الناس قام يسقطونه، يعني تعرف يطلع منشور احمد راضي يستلم 22 مليون راتب تقاعدي هو قاعد بالاردن، احمد راضي داوم ليومين وقام ياخذ تقاعد وراح، هذا الكلام يسقطون به. طبعا هو غايب عن الحقيقه، اولا التقاعد انشال وراح من 2011، ثانيا ما عندك تقاعد؟ ما عندي تقاعد انشال يعني من الكل لو بس عليك؟ من الكل، لا من الكل. اه انشال من الكل. اي من الكل، هسه انا اخذ تقاعدي لان انا كنت لاعب في نادي السكك بالنقل، تقاعد عندي تقاعد، لا تقاعد الوظيفه. اه التقاعد بس التقاعد مالتك مال البرلمان؟ لا ماكو، كله انشال على الكل. انا احكي على موضوع هذا التشكيك بالوطنيه وهذا الامور، عانيت يعني طبعا عانينا بها. شوف هو حتى اكون صريح وياك، والجمهور هم حقهم، يعني كل واحد يحب انه نجمه وحبيبه ان يكون في صفه وفي يعني مشابه لعقيدته وهذا، بس انا ما عندي هذا اختلاف في هذا. اليوم انا كل العراقيين هم بالنسبه لي اخوان واحبهم، وكلهم كلنا عقيدتنا واحدة. اللي صار انه حسبوني على طرف اخر وهذا مو صحيح. السياسة اليوم لازم تكون باتجاه معين، وين ما راح تكون راح يزعلون عليك الباقي، بس الان افتهموا. ولذلك اليوم انا مثلا اختاريت قائمة ليبرالية علمانية تتعامل مع الجميع، هدفها وخطابها وطني يتناسق ويا خطابي اني. فالان الناس اليوم الاكثريه بدات تتعاطف معنا، وان شاء الله هم يريدون خلاص المجتمع من هذا الفساد الاداري والمالي، ويريدون شيء يتقدم به البلد، يريدون الناس اللي ممكن انه تقدم خدمه بدون مقابل، بدون انه يعني بدون ان مصالح شخصيه، كل طروحاتنا عامه. فهذا الموضوع هو اللي خلى الناس تتعاطف ويانا يعني، والحمد لله. فقلت لك الناس قامت تسقط بطريقة أخرى، وأكو ناس تكذب الكذبة وتصدقها، وهو يعرف أنه هذا الموضوع كذب، بس مجرد أنه يريد يسقط به أحمد راضي. ليه ما يحب أحمد راضي؟ ما يحب رياضية سياسية يعني مختلفة، مو كل من كل الأمور، بس أحمد راضي اليوم ما أعتقد القائمة راح تمثلك ولا تمثل توجهاتك، يعني انت توجهاتك رياضيه بحته، يعني ما لها دخل حتى بال. ما هو شوف كل قائمه لها مثلا بها وجوه سياسيه، بها وجوه مثلا اجتماعيه، بها وجوه فنيه، بها وجوه رياضيه. هذا البرلمان هو يضم شريحه كل شرائح المجتمع،
فلذلك لازم يكون بيه ممثل عن كل جهة، لأنه اليوم ما ممكن مثلا تريد تجيب واحد مثلا اليوم نائبة فلانة هي مهندسة تجيبها مثلا على الثقافة، لازم يكون على الأقل أكاديمي، أكاديمية الفنون الجميلة، أستاذ على مستوى البروفيسور على مستوى الإعلام، يعني هذول هم اللي يعرفون خبايا الشريحة مالتهم والمجتمع مالهم. ومثل هالرياضة اليوم أكثر من مرشح رياضي، هذول ممكن أنه إذا اجتمعوا يقدمون يسوون فت فريق عمل داخل البرلمان ينهضون به، وهي هذا الحقيقة. تحتاج إنه يفوزون وياك رياضيين آخرين. أكيد أتمنى، لأنه هو يعني يكون فريق عمل إن شاء الله بال. يعني راح تكون فريق عمل بالبرلمان لو نعرض عليك وظيفة بالحكومة التنفيذية راح تترك البرلمان؟ والله. تفضل يعني حتى بنكون صريحين، إذا عرضت عليك الوزارة. دائما الموقع التنفيذي أكبر تأثير على واقع الحال. نعم، بيدك تصرف، بيدك تبني، بيدك تخطط، بيدك تسوي. البرلمان يشرع ويراقب فقط، ما عندك فلس واحد تقدر تصرفه. بس احنا محتاجين تشريعات كافية. والله هسه قريت الوضع، ازمتنا ازمة تشريعات. اي نعم فعلا. انت تقول اي صحيح، وهسه الوضع قدامك اذا تشوفه. صحيح الوضع. والله ما عندي مشكلة بالبرلمان بالحكومة، ولكن انا اريد اخدم يعني والله. ولو تقول لي هسه روح صير رئيس نادي وعوف، هذني اعوف كل هذني اروح اصير رئيس نادي. بس القوانين ما تخدم. بس هسه النادي بس لو مو احمد راضي اي نعم ما يقدر ينافس اي رئيس نادي. صحيح، مع كل حبنا وقته، بس هاي الحقيقة. صحيح، قدامك اليوم اذا ما الهيئات العامة يعاد صياغتها. صحيح، حسب القانون ما حد يقدر. صحيح، تمام. كابتن نتمنى لك كل موفقية. الله يسلمك حبيبي. وعندنا لقاء آخر إن شاء الله مع الجمهور. إن شاء الله تكون أنت مع الجمهور، هذا المعد لكل الرياضيين المرشحين نوعدك به إن شاء الله. شكرا على الوقت اللي قضنا والصراحة الكبيرة، ونتمنى لك كل موفقية. شكرك حبيبي. شكرا, شكرا حبيبي أبا. One Tania Air is in a rocky company.